أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24، ونحن نعد للحلقة الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر اليوم مواصلة حجب الأعداد وخوض مختلف الأشكال النضالية والنضالية من جهود قطاعية واعتصامات وتجمعات مع تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية. هذا آخر ما تمخضت عن الهيئة كما قلت الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الأربعاء. أبرز محاورنا حلقتنا اليوم، وكذلك نناقش تداعيات ترحيل المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء من صفاقس إلى الحدود الجزائرية والحدود الليبية، وفي الحقيقة حظيت بتغطية واسعة في الصحف والمنصات الدولية. يسعدنا يكون معنا الدكتور أحمد القديدي السفير السابق والكاتب الصحفي من الدوحة. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حسين، مرحبا بك. وفي الشطر الأول من حلقتنا يكون معنا الضيف، سعداء يكون معنا أول مرة، السيد عماد الجديدي، هو مربي باحث ونقابي، يكون معنا بالهاتف الآن من تونس. سيد عماد مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مشاهدي قناة الزيتونة. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله بعد نصف ساعة يلتحق بنا الدكتور إبراهيم عمري أستاذ العلوم السياسية والحضارة الإسلامية. ودعني أبدأ مع ضيفي بسكايب من الدوحة الدكتور أحمد القديدي. كتبت لوموند الفرنسية البارح واليوم وقبلها، وكتبت هيومن رايتس واتش، وكلهم يتحدثوا على ترحيل السلطات التونسية. نشوفوا في لوموند ونشوفوا في الشاشة دي سنتين دو ميغران اونتيتي مي الابري دوتر ريست ابوندوني دون لو ديزير. الحقيقة البارح رغم تكذيب والي توزر لخبر وفاة قرابة 30 افريقي مهاجر افريقي جنوب الصحراء تيها وعطشا في الحدود على حدود الجزائرية التونسية، الا انه تم الاعتراف على الاقل بالعثور على جثتين اثنتين. كتبت لوموند، كتبت كما قلت هيومن رايتس واتش تقارير كلها تحكي على الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من صفاقس. ياتي هذا في الوقت الحكاية سعيد نفسه قال ان تونس اعطت درسا كبير في كيفية التكفل بهؤلاء. ردكم دكتور. شوف والله وقع ما كنا نخشاه في الحقيقة، وكنت أتوقعه أنا لما لدي من تجربة متواضعة في السياسة الدولية. الآن أصبح يشار لنا بالبنان من الصحف الأمريكية والأوروبية واليابانية وغيرها، بلومبرجر كتبت، لايف بي كتبت، وكالات الأنباء اللي تزود الصحف، ولوموند هك وريت منها جزء. أصبحنا كتونس نازية أو فاشية تلقي بالبشر في الصحراء ليموتوا عطشا وجوعا وحرارة توصل للخمسين درجة. هذا لا يليق بتونس، هذا لا يليق بتونس، كما لا يليق بها حكم قيس سعيد الذي لم يتعامل مع أزمة من أشد الأزمات حساسية في بلادنا وفي غير بلادنا. هي قضية أمو دياسبوريوس، هذه كيف الموسباسيال، نعم صفيا، احنا توا ولينا في عصر الهجرات الكبيرة. هو ما عرفش، وخاصة بخطابه هذاك نتاع فيفري 22 والعياذ بالله 23 عفوا، خطابه عنصري ويبث في الكراهية وكأنه يأذن في الشعب باش ينتقم من هاللي باش يعملوا كما قال هو لجرو رومبلاسمون، معناها تعويض شعب بشعب، والعياذ بالله يا رجل. لكن يا دكتور الجديدي هاو في لقائه السيد سعيد في لقائه مع ضيفه لحظه الضيف المالطي، وبين رئيس الجمهوريه انه مع وعي كل تونسي بان العمل مدبر، قامت تونس هكا يقول سعيد بواجبها الانساني خاصه من قبل الهلال الاحمر التونسي والقوات العسكريه والامنيه، وهو ما لم تقم به دول كثيره اخرى، ولم تتحرك المنظمات المختصة التي كان يفترض أن تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجرين ولحط بهم. وأشار إلى نتوس التي لقنت هذه الأيام، شوف
درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا. ماذا تريد أكثر من السلطة التونسية حتى لا نكون مبالغين يا دكتور قديدي؟ هذا كلام، هذا مجرد كلام ما عنده حتى صلة بالفعل يا رجل. هو مدرسة متاع ظاهرة صوتية قيس سعيد، يتكلم ليخفي ما فعله، هو يفعل وحكومته تفعل والناس الكل تفعل في أعمال لا تليق بتونس، وهو يجي في خطاب ويزرق زرارق بنج شعبوي للشعب، وحتى يظن هو للرأي العام العالمي، والرأي العام العالمي طبعا ما يجدش عليه. نعم. يعرفوا عندهم سفراء في تونس ويعرفوا الحقائق أكثر من المواطن التونسي. فالتزييف والتدليس هي سياسة ممنهجة من عام 19 توا. نعم. خلينا ننتقل إلى موضوع المعلمين، وخليك معنا دكتور القديم مرة أخرى. وينضم إلينا كما قلت بالهاتف السيد عماد الجديد، هو مربي معلم باحث ونقابة. سيد عماد أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا وأهلا ومرحبا بجميع مشاهدي قناة الزيتونة في جميع أنحاء. سيد عماد، الهيئة الإدارية هاو تندد بلوم التأمت برئاسة السيد محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول، نددت اولا بالقرارات وزاره التربيه، نذكروا بها قرارات وزاره التربيه اللي راسها السيد البوغديري وزير التربيه، اعفاء 350 مدير مدارس ابتدائيه، وهكذا حجب او حجز اجور 17,000 مرتب للمعلمين، ودعت الهيئه الاداريه، هنذكروا كما قلنا منذ قليل فقط ونحن ننقل الخبر في المباشر، وبعد أن شكرت الهيئة الإدارية كافة هيكلة الاتحاد العام لتونس الشغل والمكتب التنفيذي الوطني على مساندتهم ودعمهم للقطاع، وطالبت الهيئة الإدارية وزارة التربية أولا بضرورة التراجع الفوري عن قراراتها، ودعت المعلمين إلى عدم الترشح إلى خطة مدير مدرسة، وقررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب الأعداد وخوض مختلف الأشكال النضالية الجهوية القطاعية من اعتصامات والتجمعات، مع تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية، كما قررت الهيئة الإدارية اللجوء إلى القضاء إلغاء القرارات اللاقانونية، وتبقى الهيئة الإدارية على القطاعية مفتوحة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية. هذا الخبر كما نقرأه على صحيفة الشعب النوز، مع العلم الهيئة الإدارية الوطنية اتحاد شغل أتخذ يوم الجمعة. أنت مربي ونتابع فيك ما شاء الله على الفيسبوك ناشط، وعندك تدلي بأكثر بآرائك بحرية، أنت حسب علم أنك حاجب الأعداد، لكن كيف تقرأ تطور الوضعية هذه من أزمة إلى يكاد نكون نفاق مسدود؟ تقول اللي تعرف السنة الدراسية المدارس أغلقت أبوابها، ولكن قام مشكل الحجب وتأتي هذه القرارات اللي عبرت عنها الهيئة الإدارية بأنها قرارات غير مسبوقة. لك الكلمة سيد عماد. أولا أشكر جميع المعلمين والمعلمات الحاجبين والحاجبات الذين استجابوا إلى قرار الجامعة العامة في علاقة بتحسين الوضعية المالية. يعني اليوم كما تعرف أن المعلم التونسي هو يعاني من ويدات غلاء الأسعار، ومن ويدات وهو يرزع تحت وطأة الفقر، وكما تعرف أنت غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. نحب نشير إلى شيء هام جداً، أن المطالب اللي يرفعها المعلمين كل أنا كنقابي هي مطالب مشروعة، وهي مطالب محايدة وليست مسيسة، ولا علاقة لأي طرف سياسي أو أديولوجي أو عمق في تأطيرها أو أن نتهمها بأنها وراء أي حزب معين، ولا علاقة لها برفض قيس سعيد، ولا علاقة لها بمسار 25 جويلية. الخوف، كل الخوف اليوم أن اليوم المكتب التنفيذي الصامت عدة سنوات، والذي أمضى اتفاق مع الحكومة اللا زيادة في 23 و24 و25، واليوم تجي جامعة من عامة تحب تقول لك أنا نحب زيادة مجزية. الخوف أني المكتب التنفيذي يستعمل آخر ورقة للضغط على قيس سعيد والإطاحة بهذه الحكومة وفرض الاتفاقية أو فرض المبادرة على اتحاد تونس للشغل. اليوم وقت نشوفوا سي سامي الطاهري يقول معناها بالتلميح نحن لا نريد معناها تغيير تنسيقي، بل نريد مناح الجذري والرحيل الجمعي والسترة، هو وكأن هذا الأخير يريد رحيل هذه هذه الحكومة والعركة مع قيس سعيد.
اليوم القرارات الإدارية قرارات عادية ومرتعبة، ونحن كنا نعلمها منذ البداية، وهي قرارات روتينية كانت مع نادي جدول، يوم وطني، مسيرات. الشيء الذي أضيف إلى هذا أن الالتجاء إلى القضاء. ثم أن المكتب التنفيذي أول مرة شوفوه يهبط بلغة التوانسي بكليفلو بجمعية، معناها خمسة أعضاء من الهيئة الإدارية. اليوم تستغرب أنت، أنتم علاش خليتوا الوضع يوصل هذا؟ علاش ما تدخلتوش في 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 الزيادة المجزية؟ علاش ما تدخلتوش في تحسين وضع الواحد؟ اليوم تتدخلوا في هذا الوضع الدقيق بالذات، وفي علاقة الأزمة بينكم وبين قيس سعيد، وجود توظفوا معناها نضالات المعلمين المساكين وتوظفوا فيهم اليوم في معركة سياسية، هذا الشيء الذي نرفضه. وبين نضالات المعلمين وما يرمي إليه المكتب التنفيذي خيط دقيق وخيط رفيع، يجب اليوم أن نفرق بين الشيئين. هذا نحن خوفنا، كل خوف. أما في علاقة بهذه القرارات، نحن نتبناها جملة وتفصيلا، وسنخوضها بكل ما أتينا من قوة. طيب يعني زيناد، خليك معي. أنت قلت قرارات مطالب المعلمين مشروع، لكن قلت إن مطالب المعلمين مشروعة، لكن السؤال والمشاهدين يقول لك ما ذنب عائلات تلامذة وأولياء تلامذة عندما تحجب عنهم معدلات ومعدلات أبنائهم طيلة سنة كاملة؟ أجيبك. نعم أجيبك. أول حاجة، نحن لم نحجب الأعداد على الأولياء، هذه مغالطة، وهذا تمويه تعمل فيه وزارة التربية. كل التلاميذ عندهم الأعداد نتاعهم، كله حسبنا لهم الأعداد نتاعهم كل الحجب صار الحجب على الوزارة فقط. من حق التلميذ الولي يعرف ترتيب ابنه في المستوى في القسم، هذا جزء من المعدلات، بل هو الرئيس ركن الرئيس. المعدلات امرها سهل جدا، وهي حتى ثم دي فورميل معناها موجوده اليوم حتى في الانترنت، ينجم يعرف اعداد ولده، والمعلمين اعطوه الاعداد واعطوه المعدلات. نعم. تنجم تنجح تنجم ما تنجحش، ماشي هذه العمليه. العمليه تنجم تكون نحن الحجب استعملناه غايه، ما استعملناش وسيله الى الوصول الى مرامينا والوصول الى مطالبنا. هنا نتناقش معاك، ونحن ناقشنا جماعاتنا وتعاركنا معاهم، واليوم قلنا بصريح العباره ان هذا الاجراء معناه فيه شويه تعسف، وفيه اليوم اضطهاد للولي التونسي. ولكن نحن ديما نحن نقول، نحن نقاباتنا مادة إيدها للسيد الوزير ومادة إيدها للحكومة إيجاد حل. أنا ها أقول لك، وأنا قريب ياسر من المعلمين، وأعرف هواجس المعلمين، وأعرف تطلعات المعلمين، ويعرف اللي يفكر المعلمين أكثر من الهيئة الإدارية، وأكثر حتى من النقابة العامة. اليوم المعلمين قال لك شوف لي حل في شهريتي، يعطيني شهريتي. إذن الخطر، أنت تقول سعماد إن الخطر يتمثل في توظيف، هكا تقول، اتحاد في المعركة. نعم. هذه لتصفية مش الاتحاد، لا أقول الاتحاد، أقول البيروقراطية النقابية المتمثلة في المكتب التنفيذي. لأن اليوم نحن وصلنا في تونس من الوعي النقابي ما به نستطيع التفريق بين المكتب التنفيذي ومخططاته ومراميه وتترا، وبين النقابيين الأحرار القاعدين الذين همهم الوحيد هي المطالب. نعم. القطاعية نعم نعم نسمعكم. نعم نعم واصل. نعم واصل سيد عماد. نعم. إذا هذا هو مشكلنا، أن مطالبنا لا تندرج تحت أي غطاء سياسي، ولا تندرج تحت أي تصفية حسابات حزبية. نحن مطالبنا قطاعية لفصيل أو لقطاع تم هرسلته، وهو قطاع اليوم يعاني الفقر ويعاني الخصاصة إن صح تعبيري. وقلت إن الاتحاد لو كان صادقا سيد عماد في ذلك لما وقع اتفاق مع الحكومة نتاع 23-24-25 أنه لا مطالب في الزيادات، هذا حتى نفهم. هذا هو هذا اللي بارادوكس، هذا الغريب، انه نفس اعضاء المكتب التنفيذي الخمسه اللي يجوا اليوم منها يصحوا في عدم الزياده، ومنها اليوم يجوا يساندوا في المعلمين. نعم خليك معنا سي عماد، واضحه الكلمه. انت اللي اليوم ها؟ الفكره واضحه، خليك معنا. احيل لي كلمه دكتور خديدي. دكتور خديدي، شانتي محلول معلمين هي اداريه تقول لك سابقه ان تحجز مرتبات معلمين ليس لهم من شغل غير ومن دخل غير مرتبهم، يجوا فتره العطله نتاعهم
تقرر الحكومة حجب مرتبات 17000 وإعفاء 350، ولكن في المقابل طيب نشوفوا تصريحات السيد المغديري يقول لك ثم إجرام يقع الآن يقوموا به المعلمين من خلال حجز معدلات أبنائنا التلامذة. إيش قولك؟ وشوف بطريقة موضوعية، أنا كولي نعم هو عندنا وليدات، لو كان يحجبوا علي المعلمين الأعداد يعني العملية التربوية ما تمشيش بطريقة سليمة، فكان من الأفضل من اللول كما قال ضيفك النقابي، كان من الأفضل من اللول النقابات الكل والهيئة الإدارية الكل اتحاد الشغل الكل ياخو موقف موحد وياخو قرارات يقبلها الولي، الأولياء يقبلوها الأولياء لأنها كما يقول هو مشروع، بينما إحنا دخلنا توا في جدل. أعتقد أن الشعب التونسي وقت اللي قلت ما تحجمش عليا الأعداد وما تعديليش سنة بيضاء وما تهددنيش بالسنة الدراسية الجاية السنة التعليمية التربوية الجاية، هو زاد معقول ومفهوم. فأعتقد هذا صراع حق مع حق، وهي المأساة، لأن المشكلة هي صراع حق مع باطل، أما هذا صراع حق مع حق، مشكلة كبيرة الحقيقة. يلزم النقابات يتفقوا ما بين بعضهم، نقابات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وحتى الجامعي، في أخذ موقف يرتضيه الناس ويقبلوه. والحكومة هذه هي معروفة بشريان البلاء، الحقيقة شريان البلاء وتزييف الحقائق. أنا في البغديري هو ميدو كان نقابي، ونتفكر وقت اللي ناجي جلول هدد بقطع. هات نسمع تصريح دكتور. نعم نعم نسمع تصريحه عندما كان مساعد لأمين العام لاتحاد الشغل والآن في الوزارة، ونرجع الكلمة. نعم 180 درجة. نعم نسمع تصريح البغديري قبل الوزارة وبعد. يلا. هناك كارثة وجريمة حقيقية في حق أبناء الشعب، معناها اللي ما عدوا عام كامل بدون تقييم لا تكويني ولا نهائي، والتو مازالت الناس شادة فضيحة. أنا معلم ما يعطيش الأرقام ويعطيش التلامذة، هؤلاء سوف نقاومهم وسوف نحملهم مسؤولية ما وقع لأبنائنا، ولا مجال باش واحد يتلاعب بالدولة أو يستخف بالدولة. بيننا وبينهم القانون. نحيي قلت المعلمين والمعلمات اللي رجعوا الأعداد للتلامذة، ليس خوفا ولكنه التزام تربوي والتزام وطني. هذه قرارات أولية سوف نجمع من أجل هذا كل خبراء العلوم الاجتماع والعلوم الإنسانية والنفسية لتدارس هذا الوضع، وضع غير طبيعي أول مرة يقع في تونس. سوف نعالجه علميا وسوف نعالجه قانونيا. حول تصريح الوزير اللي هدد بحجب غير مسؤول الوجود. غير مسؤول، تصريح غير مسؤول يعني وغير قانوني. انا تجي 100000 عائله باش تقتلها، يمكن اولا نون سولمون خاطر الاساتذه مش يضروا عائلاتهم، معناها يحب يمر من تجويع الاساتذه الى تجويع عائلات الاساتذه، وهذا غير ممكن وغير قانوني. اون بليس صحته هذا ياثر سلبا على الاقتصاد الوطني برمته، لان الفلوس اللي اعطوها الاساتذه بعد قبل تجيه اصلا هي قبل تجيه تتصرف. دكتور خديدي وكذلك يستمع لنا كذلك سيد عماد. دكتور خديدي هل كنت تسمع الان يحكي على كارثه جريمه فضيحه، ان المعلم لا يعطي المعدلات، يقول سنقاومهم ونحمل المسؤوليه، يقول دوله دوله القانون، وتصريحه قبل كيفاش كان يحكي في عهد جلول، ماذا يعكس هذا سيد خديدي؟ يعكس ان هالناس هم ما عندهمش مبادئ يا حسين، المبادئ نتاعو يلبسها مش المبادئ، التدليس نتاعو يلبسو حسب الموقع اللي هو فيه والكرسي اللي هو جالس عليه، هاو يتبدل. بينما رجل المبادئ مهما كان يتشبث بنفس المبدا، هذا انقلب 360 درجه. لكن كيف يحكي عن القانون ودوله القانون، الا يعكس على صوره ان الدوله الان حازمه مع الاستجابه لطموحات الاولياء وضد الفوضى؟ ايه بكل حزم، بكل حزم كما قال بن علي الله يرحمه العام. تو هذا منطق، تو هكا منطق توري في الرجل هو نفسه، هو نفسه ياخذ موقف وبعد ياخذ ضده. نعم
التصريح سعيمان قبل أعيد له الكلمة قال المعركة الآن أصبحت معركة لي ذراع بين المنظمة الشغيلة وبين السلطة، وتبقى العائلة التونسية وأبنائها هم ككورة يتقاذفونها بين اثنين. شنو رأيك؟ الخديدي نعم قلت يعني ردكم على تعليق سيد عماد ضيفنا الثاني، يقول لك الآن معركة توظيف بين اتحاد الشغل ومعركة كسر عظام مع الوزير، هذا فيها كسر عظام، وفيها خاصة سوء تفاهم كبير كيبروكو ما بين جميع الأطراف، وهذوما النقابيين يتعاملوا مع مسؤول سامحوني يقولها ما عندوش مبدأ، ما عندوش مبدأ. أنا نظن غايته في المدير هذا إرضاء رئيسه فقط، يستعمل في نفس الكلام وفي نفس التدليل، ولذا وجب توحيد مواقف النقابيين الكل وعدم الإضرار بالتلاميذ وبأولياء وبالسنة الدراسية لهذه ولا اللي جاية. نعم. قادمين عليها، هذا رأيي. نعم سيد عماد في مداخلة أخيرة نسمعكم الآن، لكن أنت لمحت لأن ما سميتها بالبيروقراطية هي الآن توظف المعركة، لكن ماذا تنتظر من المنظمة الشغيلة يعني القيادة النقابية في ظل إصرار المعلمين؟ شفنا وقفات وتجمعات في المعذرة في الاتحادات الجهوية للشغل، في أعتقد في القصرين وفي قفصة وغيره، المنظمة الشغيلة تنتصر لآراء المعلمين والهيئة الإدارية القطاعية. اولا خليني بربي ننطلق من حيث انتهى ضيفك. نعم. وهو ان المعركه اليوم هي معركه حق وحق، وثم معركه حق وباطل، وثم معركه حق اريد به باطل. الشكشوكه هذه كلها موجوده في المعركه هذه. انا باش نبدا بسي محمد علي البغديري. سي محمد علي البغديري قاعد يحجم في الجرايات نتاع المعلمين، علاش؟ نصرة للتلاميذ، لأن التلميذ في العملية التربوية هو محورها. يا أخي أنت تعطي الدافع على التلميذ وتحرمه من القوت، أنت ما تعرفش أن السيد الوزير أن نحن عندنا 200 ألف تلميذ هما أولادنا، هذوك باش يجوعوا، هذوك باش يحسوا بالخصاصة، ما تعرفش أنه عندنا معلمين اليوم عندهم مشاكل سكر ومشاكل دم وشكون مريض بأمراض مزمنة، وثم اليوم نحن خلينا نحن عندنا خصائص في الشعب التونسي في علاقة بالصيف، ثم زيجات وثم ناس باش تصيف، ثم ناس عندها أولادها باش تعرس، وثم ستيرات ستيرات. اليوم بين عشية وضحاها في إجراء معناها خليني نقولها تعسفي يقع اتخاذه دون دراسة، وهذا الإجراء في نفس الوقت يتخذه وزير في هذه اللحظة الراهنة ويستنكره في الماضي. هذا اللي بارادوكس اللي قاعدين نصوروا فيه. لكن نحن ديما نقولوا وش نقولوا، راهو اليوم المعلم إلي أونتر لو مارتو إلي أونكليم، بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الولي اللي هو حاس به وبين المطرقة اللي هو اليوم عاش ينجم يوفر حاجياتك اليوم ما ذوق تبي تعرف الشعب التونسي. هذه هي المشكلة اللي تراها المعلمين، ثم بين المطرقة والسندان ثم معطى آخر اللي هي معطى التوظيف. نحن نخشى كل الخشية أن توقف هذه التحركات البريئة وأقولها والتي لا تنطبق ولا تخضع إلي معطى سياسي ولا علاقة لهذه الحياة السياسية أصلا، لأن اليوم نحن عندنا قرابة 70,000 معلم، هم فيهم اليمين وفيهم اليسار وفيهم الليبرالي وفيهم وفيهم وفيهم، جمعتهم كلمة واحدة وهي كلمة رفعها جميع المعلمين في جميع المحطات وجميع الأوقات، هي زيدني بالشهرية. أنا اليوم عاش النجم الجابة الغلاء الأسعار واتسيترا. لكن اليوم في نفس الوقت بشوف ان المعلمين ساكين قاعدين في مشكله دون زان سيركل فيسيو، حلقه مغلقه اللي هي شنو. انا ما نعرفش اليوم نفرق بين اسكو انا موظف واسكو انا حقي، وبين الولي وبين الاعلام وبين وبين وبين. اليوم مسكين المعلم، وزيد على ذلك ان اليوم زيد شهريته تقصد. هذه المشكلة المعلمين المساكين اللي هي قاعدين يعيشوا فيها، ويلزم الناس كل، وانا اليوم ادعو وبكل لطف الى جميع الاطراف الى التدخل وتكاتف الجهود وايجاد ارضية موحدة للانطلاق بها نحو حوار جدي ومسؤول لحلحلة هذا الوضع،
ولإيجاد حلول عملية وحلول مسؤولة لا يشتكي فيها الراعي ولا يجوع فيها الذئب. من ناحية يلزمنا نسلموا الأعداد، ومن ناحية أول حاجة إيقاف كل هذه الإجراءات التعسفية والرجوع إلى طاولة المفاوضات والرجوع إلى الحوار الذي به لا يمكن الذي به نستطيع أن نصل إلى بر الأمان حتى نجنب تونس كل هذه المشاكل وننطلق في السنة القادمة إلى سنة دراسية موفقة ملؤها النجاح وفي إطار الكفاءة وفي إطار المعقولية وفي إطار إرضاء جميع الوعد. وفي نفس الوقت يلزم كيف نراعوا تونس ونراعوا الوضع الاقتصادي. ولكن أقول وأعيد وأقول وأعيد تحركاتنا بريئة، تحركاتنا لا تخضع إلى أي تصويت حسابات. ولكن سيد عماد في النهاية حتى وإن كان لم تخضع تصنيفات حزبية وأنت ما شاء الله باحث، ولكن في النهاية عندما يصر المربي، عندما يصر المعلم على حقوق الوظيف، على المطالب الاجتماعية، هو موقف سياسي بامتياز. المشكلة ربما في التحزب، ولكن في النهاية يعكس فشل سلطة في إدارة ملف أم الملفات، يعني ملف المربين. اسمعني صديقي، حتى ما نتخندقش معناها في ممكن في يد اللي يشترمني. انا اش نقول؟ انا ما عنديش دخل في الحكومه، انا ما عنديش دخل في السياسات، انا اتعامل مع اي سلطه معناها على نفس البعد وعلى نفس المسافه. انا معلم، انا اللي يعطيني فلوسي، انا اللي يحسن لي وضعي الاجتماعي ويرعي لي قدرتي الشرائيه، انا نرفع له القبعه. دون ذلك مهما يكون قيس سعيد من الطبوبي مش عارف شنو زين العابدين بورقيبه، انا ساكون له بالمرصاد في علاقه بالمطلبيه وفي علاقه بقطاعي الذي يرزح تحت وطأتي الفقر والذي يعاني الخصاصه. وهاك تشوف اليوم وضع المعلم في العالم العربي بصفه عامه وفي تونس بصفه خاصه. وهذه رساله مني الى جميع الاطراف، المعلم اليوم مهان، وأي دولة يهان فيها معلمها هي بالضرورة سترزح وستذهب إلى الحضيض، لأن كل الدول التي راهنت على التعليم اليوم ارتقت إلى مطاف الدول المتقدمة، ارتقت إلى الدول التي خرجت من دوائر الفقر وتخلصت من براثن الدول المانحة ومن براثن صندوق النقد الدولي ولفمي. مش كتونس اليوم مرهونة وفهمت الله بطريقة غريبة. وقت تشوفوا أنت نسبة المديونية يقال أن توصل ل 120 ألف مليار، من هذا فشل ذريع ما يخليش الناس جديد وما يخليش حتى تونس تقدم. جزيل الشكر سيد عماد الجديدي المربي الباحث والنقابي، كنت معنا من تونس بالهاتف، ومن خلالك نحيي كل المربين والمعلمين أولياء مربي أبنائنا وبناتنا. ونبقى مع ضيفي الدكتور أحمد القديدي في انتظار يلتحق بنا الدكتور إبراهيم عمري. دكتور القديدي، قال لك المعلم مهان في تونس والحكومة داخل عليها شوانط يمين يسار مش عارف. الإشكال لو كان في الأشهر الأولى، لا أقول عهدة لأنه نحكي على وضع انقلابي أمر واقع على الأقل، ونحن على أبواب الذكرى الثانية لما سميتها أنتم بالجريمة الانقلاب، جريمة 25 جويلية 21. بعد سنتين عندما نشوف ملفات كهذا، صراع في قلب الصيف، الهيئة الإدارية تحكيك على إجراء غير مسبوق، حجب 17 ألف مرتب المعلمين، ألا يعطي انطباع بأن السلطة هذه فشلت في وعودها كاملة بعد سنتين من السلطة المطلقة؟ هو من الموضوعية أن نقول أنه من زمن بورقيبة إلى زمن بن علي والعشرية زاد الثورة والانتقال الديمقراطي، كان المعلم والأستاذ هو أستاذ من روضة حتى للتعليم العالي، هو نوارة محترم ويتخذ كنموذج، وكي يمشي يخطب يعطيوه كل معلم ولا مربي وراتبه قار وتعليمه ما يسمحلوش باش يكون بلا أخلاق. ما عدا وقت اللي جاء قيس سعيد مش أهان المعلم فقط، لا، أهان كل الأسلاك. نعم. وطيح قدر التون في مهما كان. فالمعلم يتحمل نوع من الإذلال اللي يتحمل فيه المواطن يومياً من الصباح لليل، في نقص المواد وفي الكذب وفي التدليس وفي عدم إدارة شؤون الدولة. هذا الكل ينعكس على المعلم طبعاً وعلى
تلامذتنا وعلى المجتمع، لأن الصلة بين التعليم والتنمية صلة وثيقة جدا، وهذا فهمته فنلندا مثلا اللي هي الأولى في التعليم، وفهمته ماليزيا وسنغافورة، ثورة تعليمية قبل أن تكون ثورة اقتصادية واجتماعية، وقبل أن يلتحق هؤلاء بالنمور الاقتصادية الناجحة. البداية من التعليم، إحنا تعليمنا مهمل، مش المعلم مهمل، تعليمنا مهمل، والبرامج رحيا ما فيهاش ثورة أخلاقية وثورة قيمية وثورة حضارية. ظل التعليم يعاني من نفس المشاكل اللي يعاني منها في جميع البلدان المتخلفة. نعم. وبالتالي المعلم بطبيعة المعلم سيهان، ويهان معه المجتمع، لأنه هو رمز كما كان يقول أحمد شوقي، قفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. الله يرحمه، والله يرحم اللي كانوا رسل علم ورسل أخلاق ورسل تربية. هذا الكل قاعد نحفر فيه في تونس. نعم. يلتحق بنا الدكتور إبراهيم عمري، أستاذ العلوم السياسية والحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية. دكتور إبراهيم مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بكل المشاهدين في كل مكان. مرحبا. خلينا أهلا وسهلا بضيفك. الله يبارك فيك. ضيفنا دكتور أحمد خديدي من الدوحة. عندنا نعم. الأخبار الآن لو كنت تابع شيئا فشيئا، العرب الدولية، العثور على جثتين يفاقم مشاكل الحكومة التونسية مع المهاجرين، لومون تحكي سبساريان اكسبلسي دو سفاكس سي دو ريفاج دو لا ميديتيراني فار لو ديزير، تصور انت كذلك تحكي على هيومن رايتس واتش، هذه هيومن رايتس واتش تحكي على كريز لي او اكسبلسيون كولكتيف دافريكان وار على الفرونتير الليبيان، ثم الميدل ايست اونلاين تحكي على انه هيومن رايتس واتش ارجز تونيزيان تو هالت كولكتيف اكسبلسيون اوف افريكان ميجرنت. يعني الصور نتاعك في الوقت سعيد مش هذا صفاق احتضنا كريز افريكان، قال احنا تونس تعطي درس، هذا البارح رحت له في لقاء مع ضيف مالتي عطت درس للإنسانية، ولكن كل الأخبار تحكي على ترحيل أفارقة جنوب الصحراء من صفاقس ووضعهم على الحدود، هكذا تقول العناوين البارح. نعم. حكيت مصادر وشهادات متقاطعة عن ربما قرابة 30، هكذا قالت المصادر، 30 وفاة ماتوا تيها وعطشا على الحدود التونسية الجزائرية في حزوة، ربما تشوفوا الحدود الحزوة هذه جنوب غرب، وأنت أعرف بالجغرافيا توزر حدود الجزائرية، وهو اعترفوا بضحيتين بزوز جثث، ولكن مصادر تقول قرابة 30. كيف تقرأ هذا الوضع سيد إبراهيم؟ يا سيدي هذا الوضع هو يندرج ضمن هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها البلاد. يعني احنا نعانوا من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية شديدة، وهل اتفاق الأرعن الذي تم مع الاتحاد الأوروبي الذي سيحول تونس إلى معتقل للأفارقة وتحمي أوروبا وحدودها ومياهها الإقليمية من المهاجرين الأفارقة الفقراء الذين يبحثون عن القوت، يعني شنو باش تحب انت تكون وضع متأزم وتزيد وانت أزمة جديدة، مع أن الأزمة هذه هو أنك تستقطب آلاف الأفارقة بدون توفير الظروف الملائمة، وبالتالي نخلوهم يمشوا كما يجي أو ماشي لصفاقس وخرجوا من صفاقس مشى النادي. ولكن سيد إبراهيم سعيد لا يحكي عن استقطاب، هو يقول جاء ولا نعلم كيف جاءوا وكيف اختاروا صفاقس، هي كانوا يعرفونها من قبل، هو نفسه يسأل. على كل حال أصبح الناس يعرفون كيف قدموا هؤلاء إلى تونس، يعرفون جيدا، والذي يتابع الأخبار والذي يتابع الوسائل الاتصال يعرف كيف يقدم هؤلاء. اتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سيد إبراهيم، فقط أعطيك كلمة، اتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من يومين تقريبا انتقد سلبية المؤسسات التونسية، يعني السلطة، في التعامل مع الوفود المهاجرين القادمة من الحدود الجزائرية والليبية،
وانتقد وأشد لوم على يقول اعتراض المهاجرين قواربهم في البحر وإرجاعهم من صفاقس. هذا اتحاد الجهة والشغل بصفاقس. واضح. هو واضح. يعني هذه منظمات نقابية تقول هذا الكلام. نعم. 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 إذن كما قلت هذه المنظمات النقابية وهناك مصادر أخرى تشير إلى كيفية قدوم هؤلاء إلى البلاد التونسية. لكن نحن أمام وضع. هذا الوضع هو جزء منه إنساني. احنا مش انه الافارقة هذوما مروا عن طريق الحدود الفلانية او الفلانية انه ندفعهم الى الموت. ابدا. هناك اخلاق. هناك اخلاق المجتمع. اخلاق المسلمين. اولا قبل ان نتحدث عن الاتفاقيات الدولية وعن الاتفاقيات التي تحمي المهجرين و اتحدث عن الاخلاق التي تقتضي ان نحمي هؤلاء. أن لا يموت هؤلاء عطشا وأن لا يموت هؤلاء في الصحراء وأن لا يموت هؤلاء في أماكن معناها يعني لا يتوفر فيها شروط الشروط الصحية والشروط الغذائية وإلى غير ذلك. هذا أولا. يعني الإنسان هو في الحروب وقت تتشد جنود في الحروب ويكونوا أسرع الناس تحميهم وتبش تضمن له حياته إلى أن يتم الاتفاق مع الدولة المعنية. فما بالك هؤلاء هم الذين جاءوا منها يبحثون عن رزق يبحثون عن قوت ومارين إلى مكان آخر. يعني نحن لا نصبح شرطة أوروبا. لا نستطيع أن نكون والمجتمع التونسي لا يمكن أن يلعب هذا الدور. هذا توصيف اتحاد الشغل. قال السلطة تلعب بوليس المتوسط. إذن من يلعب بوليس المتوسط سيموت سيقتل هؤلاء أو سيموت هؤلاء. يموتون جوعا يموتون طرد. يطرد هؤلاء يطردون إلى الحدود في هذه الحرارة الغير العادية. نعم. يعني سيموت على حدود الجزائرية التونسية حزوة أو على الحدود الليبية التونسية أو على أي أو في أي مكان حتى في البحر. ونحن كل مرة نجمع هذه الجثث بأعداد كبيرة جدا من البحر. فما بالك الآن أصبحت أيضا الصحراء وأصبح يموت هؤلاء جوعا وعطشا ونقصا في الأغذية وهو فيهم أطفال فيهم منها الناس منها فيهم نساء وهي فئات هشة يحميها القانون. نعم. إذن يعني نحن الآن في تونس إضافة إلى أزمة أو الأزمة الاقتصادية الخارقة القاتلة واللي الناس تعاني من فقدان كل المواد بدون استثناء. نزيد نزيدهم نزيد نحن نصبح سجن لهؤلاء الأفارقة ويجب هؤلاء أن يدفعوا إلى أماكن غير مضمونة غير متوفرة فيها الشروط التي هذا ما ذكرته هيومن رايتس واتش إبراهيم عندما قالت يدفعون إلى مناطق تفتقر فيها الحماية. دكتور هذا هو موجود. نعم. هذا هو موجود حاصل. هؤلاء الذين ماتوا أو الناس يقولون سنين ماتوا ولكن زمان يقول 30 يا أخوي 30 ولا 2 ولا 1 راهو مهجر عنده حقوق يحميها له كما قلت أنا يحميها ثقافتنا. المهجر له حقوق. دكتور إبراهيم اسمح لي أن أحيي كلمة دكتور خديدي. دكتور خديدي موضوع الهجرة في صفاقس بديناها أقول من فيفري تقريبا عندما حكى سعيد على هذا الاستيطان الكبير وتغيير التركيبة الديموغرافية. بعضهم يقول انه سعيد سعى لتوظيف هذا الموضوع الملف من اجل ضغط على اوروبا، لكن بعضهم يقول اخر يقول انه سعيد بالفعل تورط في قلب الهافوف يقول التونسي. مشكله اخلاقيه كبيره. توانسه احنا نبكوا ونتحسروا كيفاش وليداتنا يتعرضوا لتعذيب في حدود بلغاريا ولا صربيا. يعقل مع الاعلام العالمي يحكي على تهجير افارقه وضعهم في الحدود يا رسول الله معناتها. وربما يأكد المعلومة هذا عندما نسمع أنه القوات الليبية غرب ليبيا واضعة سمحني القوات استنفرت آلياتها الحدود. يعني أكد المعلومة هذه اللي يقول فيها اتحاد الشغل. أي تبعات قانونية وأخلاقية ربما تجعل توانسة ملاحق في العالم بعد هذا الذي يقع للأفارقة من تهجير قصري للحدود الليبية والجزائرية؟ احنا قلنا بعد خطابه التحريضي والعنصري في فيفري 23 ان سوف يكون لهذا الخطاب ما بعده، وما بعده
بدينا نهضوا كشعب تونسي مع الأسف، وشعب التونسي بريء، والشعب التونسي بضياف وعنده تقاليد ربما صغار ما يعرفوهاش، أما أولاد جيلي يعرفوا عام 57 و58 كيف استقبلنا حوالي مليون جزائري وقت اللي بدأ قمع الاستعمار الفرنسي في جميع المدن. إحنا في القيروان في الأقليم تاعنا 30 عائلة جزائرية، ما فرقناش ما بين جزائر وما بين تونس، هذه الأولى. والثانية لما بدأت الفوضى في ليبيا وتونس كانت فبداية ما يسمى الربيع العربي كانت مطمئنة وآمنة، جاءونا حوالي مليون ليبي. نعم. وشطنوا عنا والوتلوات ملوها، وبدأوا حتى ما قالوا له ما تنجموش تملكوا، تزوجوا بنساء تونسيات وشراوا ديار. في الشعب التونسي متعود يطبق القرآن، إذا استجار بك فأجره، هكا ربي قال حتى يبلغ مأمنه مهما كان دينه مهما كانت الظروف اللي جابته. إحنا قيس سعيد عمل عكس هذا تماما، مش باش يوظف، لا هو تورط، ما يعرفش وما يدريش عليه، راه نعم. مش رجل سياسة، لو ما فهموا الناس اللي خطيه تماما، ما قراءاته وعلاقاته الحضارية والمعرفية توفى عن كليلة ودمنا وشوية رسالة الغفران بتاع زقفونا بتاع أبو العلاء المعري، خطيه مسكين ما قراش حتى كتاب. هذوما لي جروند إكزود معروفين في التاريخ، وتكتب عليها كتب كبيرة، في كتاب ألفريد صوفي وغيره وغيره من العلماء اللي توقعوا هذا، وروني ديومان لافريكي مال بارتي، ما يقراش ما يعرفش. توا احنا قدام ما يسمى جريمة دولة بأتم معنى الكلمة، لأن تجيب الناس وتلوحها في الحدود ومش يموتوا. أنا نصدق المواطن التونسي أحمد بوزيد اللي كان عنده واحد يخدم معاه سوداني في حجوة، عمل له تليفون وأعطاه اللوكاليزاسيون اللوكيشن باش ينجم موقع نعم يوصل له. وفعلا أحمد بوزيد بعث شكون اتصل بالسوداني اللي نجا من الموت، وقال له راه كثير من الجثث ملوحة، وقت اللي المواطنين يلوجوا عليهم كثيرا من الجثث، ما نعرف لا 30 لا 40 لا 20 لا 10 لا 2. لكن هذا واقع، أن أنت مسؤول يا قيس سعيد على جريمة قتل ناس أبرياء، وتمسح السكينة في الشعب التونسي البريء المضياف، الشعب اللي أثبت خلال التاريخ إيواءه حتى لأعدائه، حتى لأعدائه مثل ما وقع في الهجرة الموريسكية الكبيرة. الشعب التونسي معروف ويسهر يظهر الديانات والحضارات والثقافات، توا هذا الكل الرصيد هذا قاعدين نخسروا فيه بسبب جهل وطغيان فرعون واحد في تونس عنده أكثر من فرعون صلاحيات، وما نجمش يسير البلاد ولا يوفر حتى مواد معيشية للناس. يلزم نهار 25 جويلية في عيد الجمهورية نستندوا الجمهورية المسروقة، ما كانش ما عندناش حل، ما كانش يدو نقول مع اللي يقولوا يستاهل مال الشعب التونسي، خلي يقعد هكاك ودو يشوف النتيجة. لكن دكتور خديدي سعيد في لقاء نهار 12 جويلية مع مصطفى كشاو رئيس مجلس الأعلى لمؤقت القضاء، قال لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، اسمع لي، كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمهل تكاد تشوي الوجوه. هذا كلام صحيح والله العظيم، هذا صحيح رسميا. قال 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 انت تقول لي قال قال قال، وانا نطالب اش عملنا اش عملنا اش عمل واش انجل وكيفاش حل المشاكل هذه. والله واحد من اهل ثقة قال لي قاعد فات القهوة بتاع الحمامات هذيك بوحدين، نعم، وجاءوا قالوا له لو فما قرش طلعوه من البحر، قرش كبير نعم متوسط. قال يا سيدي ها والنهضة اش عملت لنا، واو سي الغنوشي بعث لنا القروش توا. قرش بعثوا راسد الغنوشي هذاك للبحر، وفما واحد قام
فيهم خطيبا قال الحمد لله قيس سعيد ماشي نجينا من هالقروش هذه، وبعد سمعوا بيها المواطن اللي قام تعين في تعين معتمد في احدى معتمديات فاقس هو نفسه. الخلاصه جماع القول دكتور الخلاصه ايه ان الورطه هذه ما نجم نتخلصوا منها الا ما نتخلصوا من المتسبب فيها، فما سبب اخر. هو نادى زاد وزير الاتصالات، لو كان تشوف ايش قال زاد البارح وزير الاتصالات، هو قال مش وزير الاتصالات الاخر ما سمعناهش ولا عمرنا نسمعوه، قالوا هذه ما وسائل الاتصال الاجتماعي ولات وسائل متاع تمرد عام، وهذا يطولها يطالها القانون، قانون هو يقصد مش القانون المدني العادي ولا القوانين الكونيه نعم. ولا قوانين الامم المتحده، لا قال احنا مش نتبعوهم وننصح لتطبيق القانون على كل من يستعمل هذوما مش يشين الامن القومي ويهتك الاعراض. يا رجل فما واحد هتك الاعراض تيفت، وفما واحد هدد الامن القومي تيفت، وفما واحد تآمر على الدولة كما تآمرت انت. عيب عيب اللي وصلنا له. هاو نذكر اش قال انت وين قولك قال تقول اش قال هاو اش قال السيد سعيد اش قال البارح وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات. هو كأنه بالحق سيد سعيد هو اللي يمل على السيد، ما ثمش مكلف بالتساد، هو يمل في كلامه وسيد سعيد وهو يكتبوا لكن سي إبراهيم البلاد داخلة بعضها، ولكن يا سي إبراهيم لم يعد يخفى على أحد أن من هناك من يسعى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل. البلاد داخلة بعضها، دولة لاهي في الخبز وفي الزيت وفي السميد، ويعني به ربي تونسي الصباح ما عادش يقوم الفجر ولا يقوم مع الفجر باش يشد الصف على الخبزة، وتجيه مشاكل نتاع أفارقة دخلوا. يعني ايش تحب يعملهم سي إبراهيم؟ هم مش احتضنهم في صفاقس وروح، ايش هو الحل سي إبراهيم؟ هو الوضع كما قلنا هو متأزم في أقصى درجاته، هو الوضع الاقتصادي داخليا كما كان يتحدث الأستاذ القديدي، يعني وشرفني أني نتكلمنا مع بعضنا لأنه في نفس الحصة، لأنه سبق قبلنا مرة قبل في التلفزة، ولكن أنا نقول يا ولدي رأي هالوضع هذا يتطلب إحداث تغيير جذري وهام على مستوى هذا النظام السياسي الذي لا يملك أي شرعي. في كل نهار يسير في البلاد بأزمة جديدة، كل نهار يخلق أزمة، في كل ساعة تخلق لنا أزمة. كنا في أزمات كذا، دخلنا في أزمة التعليم، دخلنا في كذا، توعنا أزمة الأفارقة وهي اللي مسيطرة على الوضع توا في البلاد وغيرها. يعني أنت كما قلت التونسي الآن اللي هو يقوم من الثلاثة متاع الصباح ولا من الأربعة باش يمشي يشد الصف على الخبز ويعملوا عركة في المغازات على السكر باش يحصل على طرف سكر وغيرها، هذه أزمة منها كبيرة ياسر. والمفروض أنه الشعب التونسي يتحرك التحرك السلمي أقول، ويتحرك التحرك الضروري لإحداث تغيير لهذا النظام السياسي الدكتاتوري المتسلط. الآن احنا بان بالكشف أنه هالنظام هذا بعمره ما حل المشكلة. شوف كل نهار يخلطنا في مشكلة، توا عنا مشكلة تفارقة بالتوازي مع مشكلة التعليم ومشكلة 17,000 معلم من ناحية شهرياتهم، وهل المديرين اللي تم إقالتهم وهذه غيرها، وألف مشكلة أخرى في جميع القطاعات. إذن وإحنا نلقوا كان في التهم على العباد. نفترض جدلا يا دكتور إبراهيم أن بالفعل ثم عصابات إجرامية، لكن السيد سعيد دوره يخبرنا ولا يحل المشكلة؟ ما هو دوره ما دام يملك كل السلطات؟ ما دام يملك كل السلطات، سلطات فرعون واكثر من سلطات فرعون ذاته. فرعون يستشير احيانا يستشير قومه معناها كذا، لكن هذا الشخص يحكم في البلاد بمفرده. واللي كان يحكي به تو الاستاذ القديدي سامحني انا ولد الحقوق، هو قرا علاقات دوليه ويعرف الاتفاقيات الدوليه ويعرف القانون العام ويعرف الدبلوماسيه، ما انا مش مجرب دبلوماسيه ما يعرفهاش،
فاهمين؟ لا علاقة له بالسلطة ولا هي أدوية على ذلك، ولكن علميا كطالب قرا المسائل هذه. إيه يجوا نقتلوا احنا العباد ونحطوا، ما احنا توانسة، احنا في افريقيا سامحني، عندنا توانسة مش في الدول هذيك، علاش او نجم يعاملك بالمثل ومناه يعاملك على اخطاء؟ عندنا كفاءات في قلب افريقيا، كفاءات علميه وتقنيه قد تقطع خبزتها من افريقيا جراء هذه السلوكات. ولا كلام، لانه مش يعاملونا على اخطاء نظام سياسي. وان كان ان يقول انا انزه كل ما انزه الشعوب، لاني ما تحاسبش الشعب التونسي على اخطاء نظام سياسي غير شرعي، لأن الشعب التونسي هو قلت أخلاقه الإسلامية، أخلاقه الاجتماعية ما تسمحش باش يخلي الناس تموت، مستحيل. وأنا أنا أعرف أيضا أنه لفارقة مستحيل كان باش يرتكبوا هذا. جيد جدا سي إبراهيم، لكن الخطأ يصير، هذا الخطأ ممكن، سمحني ردة الفعل، لأنه المرة اللي فاتت وقت سارتك الخطاب العنصري هذاك، نعم في 23 بعجاله، لانه اذان العشاء، يعطيك معلومه يعني قرابيه ال 150 تونسي وقع ايقافهم في الكوت ديفوار وما خلوهمش يمشوا للمطار، نقصد بالمواطنين العاديين. المطلوبه دكتور خديدي، معذره دكتور ابراهيم، لانه لازم نخرجوا قبل اذان العشاء دقيقه ونص. دكتور خديدي، المطلوب الان ان تحكي على ذكرى ثانيه للجريمه، المطلوب هو أن نجعل من 25 جويلية القادم اللي هدنا وصلنا له إعادة استرجاع المسروق. المسروق هو الجمهورية، الرجع المسروق. ما كانش يدو يعلن الحوز والتصرف ويقعد إلى الأبد ربما والعياذ بالله. الرجع المسروق يوم 25، والرجع الجمهورية بقيمها وبالتداول السلمي على السلطة وبالديمقراطية والحقوق والحريات ومزيد من الاستثمار ورفع الكفاءات التونسية باش ما عادش تأجل. هذا هو اللي مطلوب، اللي مطلوب توا 25 جويلية إعادة المسروق. إعادة المسروق 25 جويلية. جزيل الشكر دكتور أحمد خديدي السفير السابق والكاتب الصحفي، وجزيل الشكر للدكتور إبراهيم عمري أستاذ العلوم السياسية والحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية. هكذا نأتي ختام حلقتنا، نلتقي إن شاء الله غدا بدنا الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.